أذهب للسيد تشون. هذه المناورات الثلاثية المشتركة وصفت بالنسخة الآسيوية لحلف الأطلسي، هكذا قالت عنها وزارة الخارجية لكوريا الشمالية، وجاءت بعد يوم واحد فقط من تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ متعدد الرؤوس الحربية، وبعد أيام فقط من اتفاقية بوتين وكيم للدفاع المشترك. إلى أي مدى أنت تنظر للتصريح الكوري الشمالي الذي وصفها به أنه هذا ناتو أسيوي جديد؟ كما هو الأمر معتاد، أن كوريا الشمالية تبالغ في بياناتها الرسمية. الأمر لا يعتبر بأي صلة أنه شبيه بالحلف الناتو، هو فقط عبارة عن تدريبات ثلاثية مشتركة بين اليابان وسول وواشنطن من أجل تعزيز القدرات المشتركة من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في الجزيرة شبه الجزيرة الكورية. الأمر أيضا يتعلق بتعزيز القدرات على تنفيذ بعض المهام المشتركة في المجالات متعددة الأطراف، وخاصة في المجال البحري والجوي والأرضي والسيبراني كذلك.